صباح النور لي زامي، انا اليوم جيت باش نقدم لكم قريشلات اللي كيجيو 100% ناجحين. دونك خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دونك لي زامي، لهاد القريشلات غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الزرع، 2 ديال الكيسان ديال الفورس، 3 د المعالق كبار ديال النافع، 3 د المعالق كبار ديال الزنجلان اللي يكون بيان سور منقي ومحمر شي شويه، معلقه كبيره ديال الخميره، ودرت معها غير معلقه واحده ديال السنيده باش تعاوننا باش القراش اللي يخمروا احسن، طريقه احسن، 2 ديال البيضات، نص سترو ديال الحليب، وغادي ناخذوا 2 ديال المعلقات كبار ديال الزبده. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك هاد نص لتر ديال الحليب غادي نذوب معاه 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي ندير الحليب يدفى معاهم، غير يدفى، ما خصناش نسخنوا الحليب بزاف سينو ما كيخبروناش القراش المزيان. دونك الحليب خصو يكون غير دافي. دونك انا غادي نذوب هادو ونرجع لكم. فوالا، انا ذوبت الحليب ديالي مع الزبده غير دافي، غادي نكبو في الان اللي غادي تخدموا فيه. فوالا، غادي نزيد عليه ديك المعلقه ديال الخميره والمعلقه ديال السنيده، نحركهم. دونك انا غادي نخليهم يتفاعلوا واحد 5 دقائق ونرجع لكم. فوالا لي في، انا خليتهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. دونك دابا غادي نزيدوا 2 بيضات، بسم الله، نزيدو هادوك، غادي نزيد النافع، نزيدو الزنجلان، غادي نزيد انا واحد المعلقة ديال الزهر اللي هي اختيارية، دونك تقدروا ديروها وتقدروا تستغناو عليها، انا نزيد ان تو بتي بو ديال الزهر باش نسمهم. هنا ديال الملحه، نبداو نزيدو الطحين ديالنا شويه بشويه. نبداو نزيدو الزرع ديالنا حتى هو شويه بشويه، انا غادي نخدم يديا في هذه المرحله، بسم الله. انا غادي نزيد واحد الكاس ديال الزرع، خليكم معايا بلي مازال شي شويه خفيف. انا عمرت كاس ديال الزرع، فوالا، غادي نزيدو تدريجيا، دونك نفي أنا زدت هداك الكاس ديال الزرع، دونك هاهي لا تيكستوغ كيخصو يبقى شويه خفيف، فوالا، دونك أنا سخنت الفران شي شويه وطفيتو، وغادي ندخلو يخمر على خاطرو. دونك فوالا لي في، هما القراشل ديالي خمرو، شتي تضاعفات لا كونتيتي ديالهم. دونك غادي نديكازيوهم، غادي ناخد شويه ديال الزيت، غادي ندهن بها يديا، غادي نحاولو نديكازيو
العجينة. فوالا لي فين بعد ما دغازيناها غادي ندهنوها كامله بالزيت باش تعطينا الطعم اللي نبغيو نكوروها. ديروا القياس اللي بغيتو. ونحطهم ديريكتومون في الطبسيل اللي غادي يدخل الفران. القريشلات ديالي في الطبسيل كنحاولوا نبعدوا شي شويه ما بين وحده وحده باش نخليو لهم فين يخمروا المره الثانيه. دونك انا غادي نحطهم يخمروا اونكور اون فوا ونرجع لكم. فوالا لي في دونك هما القريشلات ديالنا خمروا تنفخوا. دونك دابا خديت بيضه ودرت معاها قطيره د الحليب وجد الزنجلان اللي غادي نديرهم فوق منهم. دونك غادي نبداو بالبيض. بسم الله نحاولوا ندهنوا غير بشويه باش ما يتفشوش لينا. دونك انا غادي نشعل الفران اللي سخن على 180 درجه نخليه كيسخن ونجي نصاوب الزنجلان. دونك غادي نصاوب الزنجلان من الفوق. فوالا هما واجدين باش يدخلوا للفران. دونك انا غادي ندخلهم للفران واحد 10 دقائق يطيبوا من التحت وبالاسويت غادي نشعل عليهم الفوق باش يتحمروا ونرجع لكم. فيها هما القريشلات وجدوا. دونك كيجيو فريمون غزالين كيجيو فتيين. شوفوا كي كيجيو كيجيو فتيتين وكيجيو منسمين. ها هما لي في دونك تيجيو غزالين. فوالا كيجيو فتيتين فنين. دونك نتمنى انكم تجربوهم وتقولوا لي في لي كومونتير الملاحظات ديالكم. دونك كنتمنى لكم فرجه ممتعه وبالصحه والراحه. بسلام عليكم.